الاستاذ اخصائي النفساني والمعالج النفسي الاستاذ رضوان رزقي. الاستاذ رضوان رزقي مرحبا، مرحبا بك على مجمد راديو. شكرا سي مصطفى على الاستضافه وشكرا على المجهودات ديالكم اللي توجهوا للشعب المغربي وتلبيتكم النداء الوطني باش نوقفوا هذا التفشي ديال فيروس كورونا ان شاء الله في القريب العاجل. نعم استاذ. اذا استاذ على ما اظن راه كلشي واعي دابا، كلشي واعي بالخطوره ديال الفيروس، كلشي عارف، المغرب كله عارف، وحنا كنتبعوا طبيعه الحال القنوات الاخباريه المغربيه ولا الدوليه وكنعرفوا دابا الفيروس راه منتشر بواحد الشكل كبير. اذا استاذ غادي نمشيو للجانب النفسي اللي هو مهم، لان الجانب النفسي كيفاش غادي نتعاملوا؟ ودابا راه كاين واحد الحالات، لان استاذ انت ربما أكيد أن الأستاذ طبيعة الحال أخصائي نفساني ومعالج نفسي تعرف الحالة النفسية في هذه الظروف. إذا أستاذ غير دابا كاين واحد الحالة ديال كنقولوا الناس واصلة فيهم، لأن كاين دابا اللي مخلوع، كاين اللي داخلها الكآبة، كاين اللي مقلق متوتر. إذا أستاذ كيفاش نمشيو دقة دقة باش نشوفوا الخوت ديالنا اللي في البادية واللي حنا صراحة كنهتموا بهم بطبيعة الحال من كنقولوا حنا من جميع النواحي، ولكن هاد الناحية ديال التعامل كيفاش نتعاملوا مع هذا الفيروس. استاذ مرحبا تفضل. شكرا. الو بغيت غير نوضح، نهضر اولا زعما قبل كل شيء بغيت نهضر على الاثار النفسيه ديال الحجر الصحي. نعم، لان بزاف ديال الناس ما عارفينش بانه هاد الاثار النفسيه راه شي حاجه عاديه جدا، عاديه تدوز ان شاء الله، لان فوالا لانه هاد ديال الحجر الصحي هي مساله غير اعتياديه، ما كانش الناس موقفينها بين عشيه وضحاها. لقاو الناس واحد الاعلان ديال انهم خصهم يقلبوا شوف ديورهم، ما خصهمش يتلاقاو مع ناس اخرين، خصهم سميتو، هادشي ما عمرو كان عندهم وما مولفينش به. وكان عندهم واحد الروتين يومي كيمولف يخرج مع الصباح ويمشي للقهوة ولا يمشي للخدمة أو لسميتو، فإذا به يعني كيتسدوا جميع البيبان في وجهه وكيولي يخرج إلا لضرورة غير باش يمشي يتقضى أو لسميتو. إذا هاد الشيء عنده آثار نفسية وخيمة، كتمثل في الحزن، في الخوف، كاين الشعور بالدن، كاين الملل، كاين اليأس، وكاين أيضا مشاكل في التركيز، كاين ازدياد ديال نوبات الهلع. وناهيكم يعني على الأمراض الجسدية مثل يعني اضطرابات المعدة، ديال معدل ضربات القلب اللي كيعانيو منها، صعوبة في التركيز كذلك، الناس ما بقاش كيركز، بزاف ديال المسائل. وزيد عليها يعني شي وحدين عندهم واحد الاكتئاب وكتراوح يعني الحدة ديالو من معتدل حتى الحاد في بعض الحالات. هاد الأعراض يعني راه كتختلف من شخص لآخر، وكاين اللي عنده اضطرابات النوم يعني كتختلف من شخص لاخر وكذا المحيط ديالو، وهي كلها ناتجه منين جات هذه الضغوطات، جات من نقص المعلومات الواضحه، لانه ما عندناش هذا هو اللي بغينا نوضحوا معك استاذ. نعم فوالا، ما عندناش معلومات واضحه على الفيروس، ما عرفناش الفيروس واش كينتشر في الريح واش ما كينتشر، يعني مازال دراسات. الفيروس الاولاني في العالم كيدير هذه الحاله هذه بهذه الطريقه. نعم. هذه سرعه الانتشار ديال الفيروس، فيروس جديد، اضافه الى يعني الاحباط، يعني واحد العزلة، كاين الشك والخوف من المجهول، لأنه ما عرفناش الحجر الصحي واش غيتزاد واش ما غيتزادش، إمتى غيسالي هاد الشيء إمتى ما غيساليش. هاد الشيء كل شيء يعني هو اللي أدى لهاد الاضطرابات النفسية. وأكيد أن أون فوا يعني بمعنى أنه غير تسالي هاد المدة ديال الحجر الصحي هاد الاضطرابات تزول، واللي مازالش عنده الاضطرابات يعني راه ضروري من استشارة أخصائية. بطبيعة الحال. إذا أستاذ غير كيفاش هاد الخطاب موجه لخوتنا اللي في البادية، كيفاش نقلوا من هاد التوترات اللي كاينه؟ لان دابا داك الشيء راه تبارك الله راه تنقولوا الله يحفظ لباس، هاد الشيء راه كثير، ولكن كيفاش نقلوا من هاد التوترات استاذ؟ اعطينا استاذ شي فكره، اعطينا شي وصفه من عندك، شي وصفه تكون هي. نعم. ما كايناش وصفه سحريه يعني، باش ما كايناش هادشي، ولكن كاين بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نديروهم في حياتنا اللي يقدروا يبقصوا لينا من هاد التاثيرات هادو. اول حاجه خصنا نقللوا من الاعلام، هذا هو الخطير استاذ. هنا قبل ما نعطيك الكلمه، الاغلبيه ديال الناس ولات واحد الرياضه مؤخرا هي رياضه الارقام. الا دخلت مثلا منصه التواصل الاجتماعي كتلقى كلشي داير عدد الوفيات، عدد شحال من واحد زاد سميتو، يعني راه بحال كنقلبوا على شي مباراه ديال كره القدم، وحنا هادشي راه ما خصناش نمشيو ليها استاذ، هادشي راه ما خصناش نمشيو ليه. لانه عنده تاثير على الصحه النفسيه، تأثير سلبي على الصحة النفسية. يعني ما خصناش نتبعوا الأرقام أو لا نبداو نتبعوا التفاصيل ديال الأرقام
لحيت ما عندها حتى شي حاجه ما غتفيدنا في والو من غير انه غتزيد لينا القلق ديالنا والتوتر ديالنا وقد تقدر تدينا الاكتئاب. والتاكد كذلك من صحه الاخبار، بزاف ديال الاخبار الزائفه. نعم استاذ، كاين معلومات مغلوطه وكاين بزاف ديال خصنا نتاكدوا من سميتو. وانا اللي كنصح به الناس هو انه يتقصوا ويمشيوا يقلبوا على الاخبار جوج المرات في النهار. نعم مثلا في قبل الصباح يمشي يقلب على الخبر ويقراه وبلا ما يبدا ينبش في التفاصيل، ويقرا مثلا في العشيه كذلك يقرا الاخبار بلا ما ينبش في التفاصيل. ويخدم النهار ديالو عادي جدا. كذلك كاين لانه اجتناب متابعه الاخبار بصفه مستمره طول النهار، لان الغرفه ديالنا دابا كتلقاها مكان التلفازه النهار كله. اذا خصنا نعزلوا نفوسنا، حتى خصنا استاذ استسمح، اذا حنا دايرين الحجر الصحي ولكن خصنا نديروا واحد الحجر هذا، نعزلوا نفوسنا على الاخبار على فيروس كورونا. هذا هو اللي بغيت نوجه للناس اللي في الباديه. اذا الا كان الحجر الصحي حنا ما تنخرجوش، ولكن كاين واحد الحجر اخر هو ديال اننا نعزلوا نفوسنا من ديك الاخبار اللي كنبقاو نسمعوا. ماتت 6000، ماتت 10000، ماتت 700، هذا الشيء خصنا فعلا حنا حاسين كما كنقولوا الناس واعيين بهذا الخطر اللي كاين بهذا الوباء، ولكن ماشي لديك الضروره كما قلت نتبعوا الاخبار بحال اللي راه كنتفرجوا في شي كوره كنقولوا هالنتيجة. هذا الشيء مخصوش يكون أستاذ. تفضل أستاذ، واصل أستاذ. تماما، كاين واحد الحاجة اللي كنقولها، الاستعمال المعقل ديال شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. بنادم اللي عوض يدخل مثلا التواصل الاجتماعي يدخل يقلب على الاخبار ولا يقلب على عدد وفيات ولا شحال واحد زاد ولا شحال واحد صاب الفيروس، يقدر مثلا يستعمل التواصل الاجتماعي باش يتواصل مع صحابه مثلا القدام، باش مثلا يسول في عائلته، باش يدير شي حوايج اللي هما زوينين، ماشي شي امور اللي هي اعتياديه كان كيديرها الواحد من غير الحجر الصحي. كنسول على العائله ولكن كنسول عليهم عن طريق الهاتف، دابا راه كاين الواتساب يمكن نشوفهم، ماشي مشكل. تماما. وكاين واحد الحاجه اخرى هي اجتناب تناول موضوع الفيروس الحجر الصحي بطريقه ساخره وهزليه، لان الاغلبيه ديال الناس الى شفنا ولينا كنضحكوا على كورونا ولينا كنصيفطوا الواتساب اللي هو الموضوع كيبقى كورونا، واللي كيذكرنا بالواقع ديالنا واللي يزيد يقدر هذيك تضحكك واحد جوج ولا ثلاثه الثواني ولكن غتقلقك النهار كامل لانه مازال كتذكرك بواحد الحاجه اللي هي كورونا. نعم. هذا بالنسبه لجهه الاخبار. كاين واحد الحاجه اخرى هي الحفاظ على العلاقات ديال الانسان والبرنامج ديالو اليومي، يعني كنسميوه الدعم الاجتماعي للسوتيان سوسيال. بنادم يسول في عائلته، بنادم يسول في صحابه، يتواصل معهم، والحمد لله دابا وسائل التواصل الاجتماعي نقدر نشوفوا الانسان صوت وصوره، فهمتيني؟ لانه هذه واحد الحاجه اللي كتعاون في المواقف العصيبه، فهمتيني؟ وكتستمر المعنويات ديالنا، كترفع من المعنويات، وخصوصا بنادم يحاول يتواصل مع الناس الايجابيين في حياته ماشي يتواصل مع الناس السلبيين. فوالا فهمتيني. والتواصل يعني عن بعد مع الاقرباء والاصدقاء بعض الصفه منتظمه مهم جدا. وكذلك الحفاظ على الروتين اليومي بالنسبه للاشخاص اللي كيخدموا في البيوت ديالهم، يعني يفيق في الوقيته ديالو ويلبس حوايجو ديال الخدمه ويجلس في الدار ويخدم ويحترم الاوقات ديال الوجبات ديالو اليوميه، يعني ياكل في وقيته وينعس في وقيته ويفيق في وقيته. وكذلك الاستفادة كما تسميها التقنيات الجديدة للبقاء على اتصال صوتي ومرئي مع الزملاء ديالو في العمل، يقدر يعيط لهم ويسول فيهم ويسول على تقنية جديدة أو لا طريقة جديدة وإلى غيره. وكاين وسائل أخرى نقدروا نصحوا بها للتغلب على القلق، يعني بنادم اللي كيحس براسه مقلق شوية ولا معصب شوية في الدار يقدر يدير بعض التمارين ديال الاسترخاء أو بعض التمارين ديال التنفس، راه موجود يعني عدد ديال التمارين كاينه في اليوتيوب موجوده في الانترنت ديال اليوغا بشكل راه يقدر يدخل غير من الانترنت ويدير ممارسه تمارين التامل ولا ممارسه تمارين الاسترخاء. يعني ويستافد ويتعلم حتى كيفاش يدير التامل وحتى كيفاش يدير الاسترخاء. وواحد الحاجه اللي هي اخرى مهمه، بان الحجر الصحي الانسان خصو يعتبره فرصه. يعني ملي كنعتبروا بان الحجر راه فرصه لبزاف ديال الحوايج. اولا فرصه باش نتعلموا شي حاجه جديده، بالنسبه للناس مثلا اللي باغيين يتعلموا الطبخ ولا الرسم ولا الموسيقى، هذه هي الفرصه. فرصه باش نقويوا العلاقه ديالنا مع الله عز وجل. صحيح. الصلاه، القران، القراءه ديال القران، هذا هو الوقت المناسب. فرصه باش الناس اللي يجلس مع عائلته مع اولاده، كنتي مثلا ما كتشوفهمش النهار كامل حيت كانوا كيمشيو للمدرسه وفي العشيه كيجيو كينعسو كياكلوا وما كنتيش كتهضر معاهم، هذه هي الفرصه باش تهضر معاهم. هذه فرصه باش يدير منهم الرياضه ديالو في الدار. وحتى واحد المساله اخرى استاذ، كنتمنى باش ما يتقلقوش عليا المستمعين والناس الموالين للقهاوي، حيت استاذ الناس كتبرك في المقاهي بلا ما
ما عرفش علاش استاذ، ما عرفش، ما استسمح، لان كتلقى واحد دابا جاي من تصور جاي من العمل باش يدخل يشوف وليداته، يدخل نعم سيدي تقول للزوجة ولا الام ولا الوليدات واحد المقاريج وكذا كذا، غادي نوجد نصلي ولا كيمشي مباشره كيبرك في القهوه، كيبرك في القهوه حتى 10 الليل. اذا استاذ حنا شوف، حنا موالي القهوي الله يعاونهم، راه حتى هما كي طبيعه الحال مصدر الرزق ديالهم، ولكن غير الناس نبرك في القهوه في واحد الوقت اللي واحد الوقت اللي كيكون كنتسنى شي واحد، اما باش غادي اذا كما قلت يا استاذ راه حنا غادي نراجعوا بزاف، لان هاد كورونا فيها بزاف ديال الحوايج، لان هاد الحاجه غنتعلموا بزاف ديال الحوايج، نضبطوا وقتنا. اذا استاذ غير واحد السؤال، الله يجازيك بخير، غير بالنسبه للناس اللي في الباديه ولا كيتصنتوا لينا بزاف وتنشكرهم اللي دايرين الثقه ديالهم في صوت الباديه، غير الناس الكبار كيفاش غيتعاملوا مع هاد الناس الكبار؟ الله يطول في عمرهم، الله يعطيهم صحتهم في الباديه، راه كاين عمي وخالي وعمك انت وخالك انت وهذا وهذا، كيفاش يتعاملوا استاذ هاد كبار السن اللي كاينين في الباديه؟ كبار السن، بالنسبه لكبار السن يعني يحاولوا يحافظوا على الروتين ديالهم اليومي كما كان، يعني غير هو يتجنبوا انهم يخرجوا على برا، ويلتزموا بالتعليمات ديال مديريه الاوبئه، ويعني الاوبئه واليقظه الدوائيه، ويغسل يديهم بالصابون وكذلك ما يخرجوش، ويحاولوا مثلا يديروا انشطه ترفيهيه مع اولاد ولادهم ولا اولادهم، ويحاولوا يتقربوا منهم ويشاركوهم التجارب ديال الحياه ديالهم، ويعاودوا لهم هذوك الحاجات اللي كانوا كيعاودوا لنا مثلا الله يرحمها اولاده، كانوا كيعاود لنا مثلا قصص من الخيال من الاسطوره، الوليدات الصغار مثلا ماشي غيعاودوا لي انا، الوليدات يعاود لي ديال الغوله يعاود، ياك استاذ مهم من هذوك الاسطوره مهم من هذوك القصص، القصص لانهم تيخليك تقرب من الوليدات الصغار، وتيخليك انه تعاود لهم على التجارب ديال الحياه وكيفاش تدير الحياه ديالك. فوالا يعني مهم هذا الشيء، وبحال يعني كتعتبر بحال انشطه ترفيهيه اللي كتساعد تزيد من استقرار العائله ومن التواصل بين الافراد ديالها، وكتزيد كذلك يعني من الوئام والحب اللي كيكون بيناتهم، هذه يعني مهم. وكاين واحد الحاجه اخرى، بانه خصنا نقتنعوا كاملين ونعرفوا كاملين بان الحجر الطبي راه هو منفعه ليا وليك، وتتخدم للمصلحه العامه. وهذه هي المواطنه، راه المواطنه هنا فين كتجلى، هذه المواطنه كنعتبر انا رقم واحد هذه. وإلا يعني اقتنعنا بهذه الفكره هذه، اكيد ان الحجر الصحي غيدوز بكل سلام ان شاء الله وبقل الاضرار. وكاين شي حوايج اللي خصنا نتجنبوها اللي هي مهمه جدا، هو السهر، من اللي كيسهروا بالليل ما كاينلاش، او الفراش النوم. يعني شحال من واحد مثلا كيجي عندي العياده ديالي تيقول لك انا راه ما كنفيقش حتى ل 11، وعلاش وانت غادي تنعس في العشيه؟ هي كاين الحجر الصحي، شنو هي علاقه الحجر الصحي شنو هي علاقه الحجر الصحي بالفياق؟ ما كتعرفش فهمتني، يعني بنادم يحافظ على الوقيته ديال الفياق ديالو والوقيته ديال الفياق. نعم. اذا استاذ، غير قبل ما نختموا معك، الله يجازيك بخير استاذ تبارك الله عليك، اذا غير اللي خصهم يعرفوا الناس وباش توصلها لهم انت اكثر استاذ، غير الاهم من هذا الشيء كله، خصنا يكون عندنا واحد الايمان قوي، وان هذا الوباء راه غادي يمشي، وهذا الحياة تستمر، ولكن خصنا نبقاو كنقولوا حنايا ما تفكوش، ما شوفوا كلكم اللي كيسمعني في اي دوار في اي متجر في اي قرية، ما تفاكش ما تفكوش، سمعتيني، حنا ما خصناش نتفاكو باش ترجع الحياة تستمر، ولكن من اللي غترجع ما غاديش نكونوا كنقولوا حنا تكون يكون عندنا الكوارث، سمعتيني، حنا نخرجوا باقل اضرار استاذ. كيفاش غتوصل استاذ هذه الرساله ان غادي ان شاء الله هذا الوباء غادي يمشي، غادي يحيد، غادي ان شاء الله بجهد الله سبحانه وتعالى وجهد العلماء، العلم دابا اللي خدام الابحاث وهذا، غادي ترفع هذا الشيء غيمشي، ولكن الحياه غادا تستمر استاذ. هذا تسمى اللي خصنا نعرفوا بانه يعني راه المختبرات في العالم كله خدامه على هذا الفيروس. هذا من وسط يعني راه ليل نهار 24 ساعه على 24 ساعه الناس كيخدموا باش يلقاو حلول، ولكن في انتظار لقاو هذه الحلول اللي عندها علاقه سواء بالدواء سواء باللقاح، ضروري انه نعتمدوا على الحلول اللي كاينه دابا. شنو هي الحلول اللي كاينه دابا؟ هي انه نلتزموا بالحجر الصحي. الناس اللي تيقولوا لنا او دي جلسوا في ديوركم، راه ناس متخصصين، وناس متخصصين في الفيروسات وعارفين كيفاش كيتصرف الفيروس وكيفاش هو السلوك ديال الفيروس، ولهذا كينصحونا باش نبقاو في ديورنا باش انه نتجنبوا نعطيو الفيروس لواحد اخر، واحد يعطيه لواحد اخر، وبذلك ستكون كارثه. ولهذا الى كل واحد فينا التزم دارو، الحجر الصحي غادي يدوز بالزربه، والفيروس ما غاديش يبقى عنده اثار،
وغادي نرجع الحياة عادية جدا وما غاديش يكونوا لا وفيات لا إصابات بزاف ولا وفيات بزاف. وهذا هو هذا هو المهم. وبالمناسبة دكتور دورنا ومن إذاعة من راديو كان وجه صراحة واحد تحية كبيرة وواحد اش غادي لان ما عرفتش باش غادي نوصف لان غادي نقول تحيه اجلال وتقدير كاع السلطات كاملين لان القوات المسلحه درك رجال المطافي نساء ورجال النظافه ولكن من ورجال التعليم ما نساهمش كذلك ولكن ما نساوش الناس اللي في الصفوف الاماميه هما انتم الدكاتره لان انا دابا والله العظيم عيني راه ما نقولش لك ما شاء الله لان هاد الناس ديال الصحه أراه في الواجهة أراه الله يحفظهم الله يحفظهم نعاونوهم تحنا ونجلسوا في ديورنا ما شاء الله خصنا نساعدوهم نعاونوهم لأن دايرين واحد المجهود كبير كاين اللي ما شافش وليداته أسبوع كاين اللي ما شافش جوج الأسابيع إذا تحية كبيرة وهاد الناس هادو كلهم اللي ذكرت غادي يدخلوا للتاريخ من الأبواب ديالو غادي يذكرهم التاريخ أستاذ إذا أستاذ غير كلمة أخيرة من عندك أستاذ راه ما سخيناش بك دكتور بارك الله فيك. اذا بنادم يحاول في هذه الايامات ديال الحجر الصحي يتجنب يسهر بالليل وما ياكلش بزاف وخصوصا يعني يتجنب القهوه وكثر القهوه وكثر الاتاي واستهلاك المخدرات ويحاول يدير شويه ديال الرياضه وبعد على التلفازه والاخبار. اذا شكرا دكتور رضوان رزقي الاخصائي النفساني والمعالج النفسي. اذا تنشكرك استاذ بارك الله فيك تحيه كبيره مره اخرى الطب ديالنا فين ما كانوا بالاخص وكنقول انا اون جينيرال وزاره الصحه.